شاهد مباراتي دور نصف النهائي مواجهات صينية صينية كلها. نبدأ ما بين اللاعب رقم 2 عالميا زانج جايك، 1-2 الإرسال بصحبة مالونج. لاعب الكينج الملك صاحب الحصانة المتوج على عرش اللعبة رقم 1 زوزين، فيعني بادي أنا نمرة 3 وهو نمرة 1، لكن أنا ممكن أكسب بقية الشوط الثاني. الكينج مال تغيير سرعة واتجاه بشكل فائق السرعة. هجوم العنيف من مالون ودفاع مستميت من زوزيني. بيخلص البونت من المدافع، عشان كده تملي يعني نقول للاعبين الصغار ما تحطش نفسك في مكسب الحظوظ في مكسب البونت. طب الكلام ده كويس، بس عشان تنفذه لازم يتمرن. مالونج مالونج كان فترات طويله هو الاول عالميا. هذا اخر الفور هاند، لكن المغلوب الله عليك، سواء سرعه ذهنيه او سرعه حركيه في اداء المهاره المخبره متسيد. بيحاول اهو يضعه كبطل عالم، تشعر انه ملك جاي من غير الحاشيه. اهو بدا يعني مش فرصة لكل الكلام ده، ثلاثة كل. كورة بتلمس. يدافع عن سلطات وهو صاحب الحصانة رقم 1. مين يحلها له؟ في لعبة تنس الطاولة. كيفية إدارة المباراة بدون كرة. يا سلام. وينهي إن في هذه المباراة الملك صاحب الحصانة صاحب الترتيب الأول جاء بلا توابع، جاء منفردا بدون مهاراته الخاصة وقدراته الفنية. مسيطر مالونج البونت الحلم، ويخلص مالونج 11-2، نتيجة كمان قاسية جدا على زيوزين في الشوط الرابع والأخير. ويصل مالونج الداهية مالونج صاحب الترتيب.